إذاعة الشرق. روائع الماضي. روائع الماضي معها نسترجع النغم الأصيل والصوت الجميل. روائع الماضي نعيشها يوميا مع روبير الصفدي وسمية السباعي. الذكريات حملتنا بالأمس إلى التغيير الذي أحدثه الموسيقار محمد عبد الوهاب في عالم الأغنية وفي الأدوار الغنائية والليالي. ترى هذا اليوم ماذا خزنت لنا ذاكرة روبير صفدي من روائع الماضي في رحلة هذا الموسيقار الكبير؟ ما هي مكانة المونولوج في مشوار الموسيقار؟ وما هو السر الذي دفع الشاعر أحمد شوقي للكتابة باللهجة المصرية العامية؟ إذا تابعتم روائع الماضي هذا اليوم ستتعرفون إلى كل هذه الأحداث. وبتابع مشواره موسيقار أجيال محمد عبد الوهاب في المونولوج، والمونولوج كان كمان إلها مكانة كبيرة في موسيقى عبد الوهاب وفي التطور الموسيقي والغنائي. من أشهر المونولوجات اللي قدمها عبد الوهاب على غصون البان لأحمد رامي، بلبل حيران أحمد شوقي، مريت على بيت الحبايب أحمد عبد المجيد، يا ترى يا نسمة حتقول إيه كمان لأحمد عبد المجيد، في الليل لما خلي أحمد شوقي. أخطر هالمونولوجات وأخطر مونولوج حصل في الغناء العربي، وهو كان في بداية النهضة الفنية لعبد الوهاب، مونولوج في الليل لما خلي. عام 27 عبد الوهاب لحن وغنى في الليل لما خلي، مع الإشارة هون أنه من محبة أمير الشعراء أحمد شوقي لعبد الوهاب صار يكتب له بالعمية، باللهجة العمية، في الليل لما خلي من شعر أحمد شوقي إنما بالعمية لمحمد عبد الوهاب، ولحن عبد الوهاب، وكانت بداية التغيير في الموسيقى العربية. في الليل لما خلي كمال فني خطير جدا. عبد الوهاب ابتدى الغناء حر مرسل، يعني بدون إيقاع، غير مرتبط بإيقاع موسيقي، حتى يجسد معاني الليل والوحشة والخوف. يعني تصور سنة 27 كنت بعدنا عم بقول يطلع النطر بيغني أنا زعلان وزعلان ليه. عبد الوهاب أجا بصورة فنية كبيرة. في هالمونولوج أشرك عبد الوهاب ثلاث آلات جديدة: الفلوت، الفيولنسال اللي هو اللي تشلو الكمانجة الكبيرة، وأدخل الكاستينات اللي هي إسبانية. مع العلم أنه التخت الموسيقي العربي قبل في الليل لما خلي كان عود عدد واحد، إيقاع واحد، كمانجة واحد، ناي واحد، وأنون عدد واحد. هيك كانت الفرقة الموسيقية. خلونا مع بعض نتسمع إلى رائعة شوقي ومحمد عبد الوهاب في الليل لما خلي. والنور على الدور
عبد الوهاب في الليل لما خلي أدخل 3 آلات جديدة. بمرات على بيت الحبايب، الإيقاع هو إيقاع التانجو، الآلة الجديدة دخل الأكورديون. أما المونولوج الثالث، يا ترى هل تردد في السؤال بتتوالى فيه الجمل الموسيقية اللي تعطي الكلمة حقها في التصوير الغنائي. أعاد عبد الوهاب كلمة يا ترى 20 مرة، كل مرة مختلفة عن الثانية. خلينا نسمع مع بعض أغنية يا ترى يا نسمة بتقول إيه، كلمات أحمد عبد المجيد، ألحان وغناء محمد عبد الوهاب. طالع
حبايب ما عدى وانا اللي بينت جماله وراويت بدمع العين حسنه واشتقت الناس للوصال لما شابوا بالحن نوحي ومنين يا قلبي تمول وصله إلا انجفيت وصوب عليك والأكف ليلك بتقول له يا ترى يا نسمة حدوليك ومنين يا قلبي تنول واخله إلا انجفيت وصوب عليك والأكف ليلك بتقول له إلا انجفيت وصوب علي والأكف ليلك بتقول له يا ترى يا نسمة حتقولي إيه. ومع موسيقار الأجيال ينتهي المشوار عند بعض المحطات في حياته، ولكن نعدكم بالغد بإذن الله أحد أبطال الفن الأصيل في روائع جديدة. كنتم مع روائع الماضي. روائع الماضي مع النغم الأصيل والصوت الجميل. روائع الماضي يوميا مع روبير الصفدي وسمية سباعي من إذاعة الشرق.